إذا فيما يخص جوستومون المطالب كيف ما ذكر سي الشفي ونشكره في هذا اللي قال اللي المطالب موجودين واللي فما إجراءات وتراتيب اللي باش نتوصلوا معناتها اللي نحطوهم على عين الواقع ودايوغ حتى في البرقية نتاع الإضراب هو فما مطلب وحيد اللي يخص فصل سحب الفصل 2 اللي هذايا يظهر الجدية نتاع الوزارة في التعامل مع المطالب. احنا في البي في معناتها في محضر الجلسه نتاع 5 نوفمبر عندنا 11 نقطه وال 11 نقطه اتينا على عليهم جميعا في بيان سور حوار مشترك معنا الطرف النقابي وفما حتى بعض نقاط اللي الوزاره قدمت فيهم التصور واعطتهم امدت بهم الجامعه العامه للصحه وما زلنا ننتظروا حتى في الجواب نتاعهم عليهم. دونك قعد كان الفصل 2 واللي هو كيف ما تعرفوا اذا موجود على مستوى مجلس نواب الشعب اذا هو يهم نقطه قانونيه واللي لازم يصادقوا عليها المجلس نواب الشعب واحنا اللي هي وضع نظام الاساسي خاصة في سلك التنفيذ والاستقبال وزارة هذه هو النقطة الوحيدة اللي ما زالت إذا واللي هي كيف ما قلت لك في مجلس نواب الشعب الوزارة متبنيتها وماذا بينا نسرعوا فيها ولكن ما نجموش نتداخلوا زادة في عمل المجلس التشريعي معناتها النظام التشريعي. ودونك بالنسبة لهذايا قدمنا فيه فيما يخص انتم عدتوا مشروع في الغرض باش تقدموه لمجلس نواب الشعب. نعم تعدى المشروع عديناه ولا قديم وباقي احنا نحاولوا باش نسرعوا فيه. اذا هذوما فيما يخص المطالب. فيما يخص الإشكال اللي يقول سي سمير أنه فما اتفاق تم بين السيد الأمين العام وعلى رئاسة الحكومة اللي نعرف اللي هو كانت جلسة للنظر في الأوضاع معناتها في الوضع القائم وما ظهر ليش كان النجم فما إجراءات تنجم تتخذ بدون ما يكون الطرف اللي هو وزارة الصحة معناتها حاضرة ولهذا ما تمش التحاور على النقاط بوجود كافة الأطراف. كل اللي صار أنه فما معناتها اجتماع فيما يخص النظر في الوضع